مرة ثانية بنحكي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. بداية كلياتنا نفتح المايكات بس بدون صوت، يعني حاول يكون في فوضى حواليك. بدي أسأل سؤال يعني سهل كثير كثير كثير، واللي بيعرفه بده يرفع إيده، اللي مش فاتح الكاميرا يحاول يفتح الكاميرا، اللي بيقدر يفتح الكاميرا يفتحها رجاءً. كويس كويس، كمان افتحوا الكاميرات، كمان في كمان ضياء ومحمد أسامة وإبراهيم، افتحوا الكاميرات رجاء. بدي أسأل سؤال سهل كثير، شايفين صورتي صح؟ صح. مين يحكي لي ايش؟ مين يحكي لي ايش اللي ورا صورتي؟ يرفع ايده، القدس. يرفع ايده، القدس. يرفع ايده. ما لا لا، ارفع ايدك وتحكيش، ارفع ايدك وتحكيش، حكيت بس ارفع ايدك وخلاص. ضياء احكي يا ضياء. ضياء ما حكاش، في حد غير بده يحكي؟ نرفع احكي يا احمد، احمد سعيد احكي. قدس. تمام، غيره. علي احكي يا علي خالد. علي خالد ما هي بادي هسه. علي خالد ايش؟ القدس. القدس. اللي عنده اجابه غير يرفع ايده. سالم قل، احكي يا سالم. المسجد الأقصى. تمام، اللي عنده إجابة غير كمان يرفع إيده. عبد الرحمن تفضل. قبة الصخرة يا أستاذ. طب نوقف كلياتنا، نزقف لعبد الرحمن، نزقف لعبد الرحمن كلياتنا. طبعا عبد الرحمن هو الوحيد اللي جاوب صح. طبعا هاي مش القدس، هاي قبة، ومش المسجد الأقصى، هاي قبة الصخرة. مشكلة يا شباب، إن بنعرفش وين المسجد الأقصى. إحنا كلياتنا بنحكي إنه اليهود ماخذين المسجد الأقصى، ولكن إحنا مشكلتنا إحنا نفسنا مش عارفين المسجد الأقصى. مش هاي مشكلة؟ مشكلة صح؟ بتوقع إنها مشكلة. طيب السؤال بدي أسأله بطريقة ثانية. طيب هذا اللي وراي هو قبة الصخرة، طيب وين هو المسجد الأقصى؟ في حدا بيعرف وين هو المسجد الأقصى؟ طيب ثواني بس، ثواني خليكم معي. خليكم معي شوية، أنا معكم بس أشوف عشان تشوفوا قدامكم، نشوف مع بعض. مبين الصورة أمامكم صح؟ أي أي ستار. طب تحكوا لي وين المسجد الأقصى؟ يلا مين يحكي لي المسجد الأقصى وينه؟ يلا احكي لي يا اللهم صل على سيدنا محمد. محمد أسامة، احكي لي أحمد أسامة. فلسطين يا أستاذ. ماشي، عارفين فلسطين. أنا من الصور اللي أمامك هو المسجد الأقصى. يعني مثلا هذا المسجد الأقصى. لا يا أستاذ. لا، طب شو هو المسجد الأقصى محمد؟ تعرف شو هو؟ لا يا أستاذ. طب مين احكي لي، مين ساعدنا كمان؟ بدي مين يساعدني؟ مين؟ استاذ بالله عد السؤال. بسأل السؤال، انتم شايفين امامكم صور، احكوا لي وين المسجد الاقصى؟ في القدس يا استاذ. عارفين انه بالقدس، لكن وين بالقدس؟ فوق على اليسار. هذا نشوف صورة ثانية تكون واضحة. مو بحرك. لا بحرك، أنا بحرك. ثواني بس، ثواني، طولي بالك شوي. في بيت المقدس. طول بالك شوي بس، طول بالك.
احنا بجوز دخلنا رحنا على موضوع ثاني، بس ثواني هيك خلينا نغير شوي الجو. طيب شايفين الصورة هاي؟ هاي الصورة المنطقة كلياتها. هسا في عندي هانا، هذا سمير اللي حكينا عنه قبل شوي، هذا شو اسمه؟ احكوا مش مشكلة، احكوا على السماعة على المايك. قبة الصخرة، هاي مكتوب هنا اسمه قبة الصخرة. هانا اللي بيحكي، اللي في بعضكم بيحكي عن هذا المسجد الأقصى، هذا اسمه ايش؟ مكتوب عندنا هان كمان جامع القبلي. جامع القبلي. هسا المسجد الأقصى يا شباب، هاي شايفين الخط الأسود هذا كلياته اللي هان، هذا كلياته اللي جواته بنسميه مسجد الأقصى. هذا مساحته 144 دونم، كل ما هو جواته بنسميه مسجد أقصى. يعني هذا مش مسجد أقصى ولا هذا مسجد أقصى، احنا هذا كلياته بالنسبة لنا مقدس، مسجد الأقصى. تمام؟ تمام. طب هاي ملاحظة صغيرة بس حكينا حبينا نحكي فيها، ايش هنفوت بدرسنا هسا مع بعض؟ درسنا اللي هو اليوم القاعدة الجديدة اللي حكينا لكم عنها، حكينا عنها في يوم آخر مرة، حكينا لكم حناخذها، اللي هي حاب أعرف حد جهز القاعدة؟ حد حضر القاعدة فيكم؟ لا أستاذ. أوكي ننتبه مع بعض، الكل يحط المايكات صامت، حناخذ مع بعض ونشرح لكم القاعدة سريعا، وفي النهاية نجاوب مع بعض الأسئلة. أول شيء حنحكي عن countable وال uncountable nouns. countable and uncountable nouns، الأسماء المعدودة وغير المعدودة. لما أقول لك countable nouns معناها الأسماء المعدودة، لما أقول لك uncountable nouns معناها غير المعدودة. إذن الأسماء باللغة الإنجليزية في اسم معدود واسم غير معدود. طبعا في شغلة مهمة يا شباب، إنه إيش يعني أسماء باللغة الإنجليزية؟ إيش يعني أسماء؟ يعني مش بس طلال وعلي ومحمد وشريف، هاي أسماء، في أسماء ثانية. يعني لما أحكي لك طاولة، هاي الخشبة اسمها طاولة، هذا اللي البيت اسمه بيت. يعني هاي اسم، هاي كلها أسماء، بيت، طاولة، تلفزيون، كل إشي فيه له اسم. بقول لك شو هذا؟ بتقول لي هاي مخدة، هاي اسمها مخدة. فهاي كلها أسماء، يعني كل إشي بالدنيا له اسم، فمش شرط إن يكون اسم شخص يكون اسم، لا. فهمتوا علي صح؟ فالأسماء كل إشي بالدنيا له اسم، هاي بنسميها أسماء. هسا في أسماء معدودة وأسماء غير معدودة، حنحكي عنهن مع بعض. هسا الأسماء المعدودة وغير المعدودة، بداية الأسماء نأخذ أمثلة عليها. هسا زي مثلا أسماء زي باج، زي ستريت، باج معناها حقيبة، ستريت معناها شارع، كار معناها سيارة، ماركت معناها سوق، بيكتشر معناها صورة. طبعا باجز معناها حقائب، ستريت معناها شوارع، كارز يعني باج بتصير باجز، ستريت بتصير ستريت، كار بتصير كارز، ماركت بتصير ماركتس، بيكتشر بتصير بيكتشرز. طبعا هاي في هاي دليل انها معدود، هاي الاسماء المعدوده. ايش يعني معدوده؟ يعني بقدر اجمعها، اسم نشرح فيها بعد شوي كمان مره. هسه الكاونتبل ناونز معناها الاسماء المعدوده، والان كاونتبل ناونز معناها اسماء غير معدوده. اسماء معدوده معناها بقدر اعدها، أسماء غير معدودة معناها ما بقدر أعدها. تمام؟ إن شاء الله يكون تمام. I can count بقدر أعدها، I cannot count ما بقدر أعدها. بقول لك cars سيارات، نقدر نعد السيارات؟ أكيد بنقدر، واحد قدام 20 سيارة بعدهن. cats في حدا حكى؟ إيش أستاذ احكي؟ طب شباب اللي حط المايك يسكر المايك رجاءا، سكروا المايك اذا تسمحوا، سكروا المايكات كلكم. تمام، اللي فتح المايك يسكروا شباب. طيب نكمل مع بعض. اذا كارز سيارات بقدر اعدها، كاتس قطط بقدر اعدهن، في بستين، ثلاث بيس، 20 بسه بقدر اعدهن، بولز كرات بقدر اعدهن.
لكن في حد فيكم بقدر يعدي لي المي الووتر او الحليب الميلك او الهوني العسل؟ في حد بقدر يعدهم؟ ما حد بقدر يعدهم. الووتر لحالها يعني احط لي شويه مي بايدي، قدرت اعد المي الجواد ايدك قديش هاي، او الحليب او العسل. اذا بمعنى اخر في اشياء معدوده بقدر اعدها، في اشياء غير معدوده ما بقدر اعدها. هسه الاشياء المعدوده اللي بقدر اعدها اذا كانت مفرد يعني كار تاخذ ذير از، لانه الاز تعامل مع ناخذها مع المفرد. اذا كانت جمع كارز تاخذ ذير ار، لانه الار بستخدمها مع الجمع. اذا بحكي ذير از كار، اما ذير ار كارز. فالاز مع المفرد والار مع الجمع. اما الاسماء غير المعدوده فشو بتاخذ؟ بس ذير از. وهي ملاحظه رئيسيه بنحكي فيها. اللي عم بيحكي شريف سكر المايك عندك. فمره ثانيه بحكي الشباب، مره ثانيه بحكي انه انا بعامل المعدود حسب وضعه، ممكن يجي مفرد وممكن يجي جمع، لكن غير المعدود انا بعامله معامله المفرد. القاعده اللي عندنا بسيطه كثير لكن بدها شويه تركيز. ما زال شريف فتح المايك، سكر المايك يا شريف. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. كمان يا شباب انا لما احكي هسا موضوع الجمله اللي فيها زي هيك بنسميها كاونتر ان كاونتر، بستخدم فيها الصم والاني. انا متى بستخدم الصم متى بستخدم الاني؟ بستخدم الصم لما تكون الجمله مثبته. اذا كانت الجمله مثبته بستخدم صم. ايش يعني مثبته؟ يعني مش نفي ولا سؤال. الجمله العاديه اللي زيها هان، there is some bread in the kitchen، some bread هي جمله فيش فيها نفي وما فيها سؤال، بستخدم فيها صم، ما بصير استخدم فيها نفي اني. انا بحكي عن الصم والاني. اما الاني بستخدمها في حال الجمله منفيه او سؤال، زي ما هو قدامكم امامكم بالطريقه هاي. الجمله الثانيه there isn't any، ليش استخدمنا any؟ لانه في عندي هان نط isn't، isn't استخدمت any لانه في عندي isn't، والاخيره استخدمت any لانه في عندي سؤال. اذا انا بستخدم الصم مع الجمله اللي فيش فيها نفي ولا سؤال بتكون مثبته، بستخدم الاني مع النفي او السؤال. الامور ان شاء الله تكون سهله. كمان انا زي ما حكينا قبل شوي، هي نقطه حكيناها قبل شوي، انا المعدود بستخدم معه الاز والار حسب وضعه اذا كان جمع او مفرد. نعم هذا المعدود، شوف عندي هنا there are some paintings، there are some استخدمنا ار لانه paintings جمع. شايف كيف شايفين كيف there are some paintings استخدمنا ار لانه جمع. حكينا هنا is there any banana، بنانا مفرد فاستخدمنا is لانه هذا معدود. ننتقل على التمرين اللي عندكم، التمرين اللي عندكم بالكتاب. افتحوا كتابكم على الكتاب الستودنت بوك. مين يفتح فتح كتابه على الصفحه هاي؟ مش عارف اي صفحه، حذكرني اي صفحه عنده هاي. شو اي صفحه؟ افتح على 32. نعم بيج نمبر 32. هذا التمرين كثير مهم، التمرين هذا كثير مهم. في عنا من 1 لـ 8 كثير مهم، حنحله مع بعض، نركز مع بعض. جاهزين؟ بلش فيه. كل فاتح كتاب على صفحة 32، هذا كتاب، هذا كثير مهم الدرس. طبعا حشرحه بدون ما اكتب هسا عشان مره ثانيه، يعني حنشرحه مره ثانيه او حنحل عليه مره ثانيه. حسالكم فيه المرات الجاي، حنرجع للتمرين حسالكم فيه. فانت حط ملاحظات عندك على الكتاب، ما ححل قدام، انا مش ححل، انا بس حشرح شرح ما ححل عشان حنرجع له مره ثانيه. اوكي نشوف رقم 1 there is some. طبعا الجمل اللي قدامي فيهن اخطاء، كل الجمل هذول فيهن اخطاء، نشوف الاخطاء وين. الخطا بيكون يا بالاز يا بالصم والاني، يا بالإز والآر يا بالصم والأني حسب الجملة. نشوف there is some beautiful handicraft in سوجارة، وين الغلط؟ الغلط يا شباب بالجملة الأولى، إنه معطيني هنا إز لكنه بيحكي عن handicraft جمع، فليش استخدمنا إز؟ فشو الأصل نستخدم؟ اللي حاب يحكي يحكي ما فيش مشكلة. الأصل نستخدم آر، صحيح الأصل نستخدم آر، ما بنفع استخدم is وهي بالطريقة هاي. فالأصل نحكي there are some beautiful handicrafts. إذا بقول لك شو سويت هان، حطينا are لأنه handicraft جمع. two، مين يقرأ two؟ اقرأ يا سالم. There are some fruit juice in the coffee. طب مين في حدا بيعرف الخطأ وين هنا؟
يلا سالم يلا كمل. هذا R. يلا يا سالم. R. ليش يا سالم R؟ لا. صم صم. طب ليش صم؟ لأنه أستاذ أستاذ. يا أستاذ الجواب في عند شو عبد الرحمن؟ عبد الرحمن تفضل عبد الرحمن. أستاذ الآر. الآر ليش الآر عبد الرحمن؟ استنى استاذ. لأنه فروت جوس إيش؟ جوس مالي. مفرد. فروت جوس غير معدود. جمع يا أستاذ. لازم إيش؟ فروت جوس غير مفرد. معدود. لأنه غير معدود. لأنه غير معدود بنعامله معاملة المفرد. هيك الجواب الصح يا شباب. لأنه غير معدود بعامله معاملة المفرد. العصير غير معدود. فبستخدم الآر بدل ما أحط آر بحط إز. أوكي نمبر ثري. مين يحل الثالثة؟ مين يقرأها ويحلها؟ مين يرفع يده نشوف؟ يلا يا أحمد. أحمد سعيد. أحمد يلا تفضل يا أحمد. أحمد سعيد. There aren't some flowers in the garden. جابل. تمام. شو الجواب؟ شو المشكلة؟ عارف وين المشكلة؟ أرنت. ليش؟ أرنت. ليش يا أحمد؟ أرنت صحيح. لازم يجي أني مش صم. أيوة مش الأرنت. المشكلة صم. لأنه عندي هنا نفي. لأنه عندي هنا نفي بتصير هنا صم. بصير عفوا بتصير هنا أني. يجي أني. تمام صحيح كلامك يا أحمد شكرا لك. صحيح بصير there are aren't any flowers in the garden. صحيح كلامك ممتاز. نمبر فور. مين بقدر يحل لنا الرقم أربعة؟ اللي حل خلص واحد ما حلش. ضياء أكرم بتحل؟ يلا يا ضياء. هاني هاني أرنت هاني هاني in the kitchen. تمام شو المشكلة فيها يا ضياء؟ سل الأرنت. أرنت مشكلة. سلاني غير معدود لازم أزن. ممتاز ممتاز جدا ضياء. لأنه عندي هوني غير معدود لازم هنا إذن. لأن هاي غير معدود لازم الأرنت تصير إذن. كويس تمام. نشوف اللي بعديها. رقم خمسة. نحل رقم خمسة. شوف إذن جداد. يلا مين يرفع إيده؟ مين رافع إيده؟ بدور عليكم قاعد أنا بطلع على الطلاب رافعين إيديهم من هم. وين الشباب؟ وين إبراهيم رياض؟ وينك يا أنس؟ وينك يا محمود جميل؟ إبراهيم رياض مش شايفك. كمان محمد كذا محمد أسامة نعسان. محمود جميل مش مبين. ليث وينك يا ليث؟ يلا يا عمر أبو العز. Are there any bread in the market? تمام. الغلط بأني. Are there any؟ ليش طيب الغلط ما بأني؟ لازم some. لا. لا مش بأني. لا. بآر بآر. آر. ليش طيب بآر؟ لازم is. ليش؟ صحيح كلامك بس ليش؟ لأنه في هاي bread. إيش هاي؟ لأنه bread مالها؟ غير معدود. ممتاز لأنه بريد غير معدود. Number six. Is there any games for children؟ دحل هاي أنا. Is there any games for children؟ لأنها games مبينة. Games مالها جمع. فكيف بحكي is؟ غلط ما بصير. إذا بصير are. بصير are there any games؟ Number seven. There are any vegetables in سجارة. There are any مش نافعة. كيف are وأني؟ لو إنها aren't ماشي. لكن طول بالك شوي أستاذ. لأنها R بحكي صم. إذن بحط صم لأنها مش منفية ولا سؤال. بصير الجواب أني. آخر واحدة مين يحل آخر واحدة؟ آخر واحدة والواحد ما حلش بدنا. مين يحل آخر واحدة؟ Are there some paintings in the market؟ مين بده يحل يرفع يده؟ محمد أسامة تفضل. أنا محمد. أنا أستاذ. أنا أستاذ. مين عم بحكي؟ ارفع ايدك استاذ عشان اشوفك. انا محمد. محمد مين؟ طلال. استاذ طلال. يا استاذ انا محمد ابونا ما بصير صم لانه اني. علي مصطفى مش راضي يفتح عنده. كله حيه معاي.
طيب هذا مش عارف يفتح معه من نعالج المشكله خارج الحصه مش هسه بقدرش اعالج الحصه هسه او اعالج المشكله هسه داخل الحصه بنحكي بعد الحصه بنشوف هسه محمد حل صحيح محمد اللي حكى حل صحيح حكى ار in the market are there any bank in the market حلو صحيح استاذ ما زال الطلاب عم بيفتحوا المايكات رجاء استاذ نلتزم بعدم فتح المايكات اذا كان في فوضى حوالينا حالكم ممتاز كويس صحيح بشكركم باكدكم مره ثانيه على موضوع الكاونتبل والانكاونتبل ناونز موضوع كثير سهل اذا فهمناه اذا فهمنا الفرق بين المعدود وغير المعدود وفهمنا الفرق بين السم والاني اللي برضه موضوع الار والاز الامور كثير سهله وواضحه حنحل مره ثانيه المرات الجايه يعني حاول راجع اللي اخذناه اليوم على القاعده والجمل من 1 ل 8 راجعهن واعرف كل وحده شو الغلط فيها وحلها حلها على كتابك عشان المرات الجايه حنحلها مع بعض الوقت انتهى بتمنى تكون اموركم تمام وبتمنى تكون يعني تكونوا عم تدرسوا عم تحفظوا معاني كلمات زي ما اتفقنا سابقا استاذ لكم اي عبد الرحمن